مجموعة ملاحظات تتعلق بالدوال المثلثية. الملاحظة رقم واحد، أولاً أنه أحياناً يكون من المفيد أنه نعرف متى تكون هذه الدوال الستة الأساسية، متى تكون موجبة متى تكون سالبة، على اعتبار أنه أنا بالتعويض بمقدار قيمة الزاوية لكل دالة من هذول الدوال راح تكون لها قيمة معينة. اعتماداً على مقدار قيمة الزاوية ممكن تكون هذه الدالة موجبة أو تكون سالبة. زين، عندنا قاعدة نسميها الكاسترول. الكاسترول تحدد لي، أو خلينا نقول تعطيني في الطريقة سريعة عن طريقها ممكن إنه أنا أتذكر أو أعرف متى تكون منه من هذه الدوال تكون موجبة بيا ربع أو تكون سالبة. اعتمادها على هذا الطريقة راح أجزئ، أقسم خلينا نقول إنه ال 360 درجة اللي هم خلينا نقول العدد الزوايا الكامل إكمال دورة واحدة، قسمه لأربع أرباع. هذا خلينا نقول الإكس واي بلين بهذا الشكل. هنا أنا راح نقول إنه بالربع الأول اللي هو للزاوية من صفر إلى 90 الكل راح يكون شنو، هنا أنا راح أسميها all، الأول راح يكون بوزيتيف، الكل راح يكون هنا عفوا كل الدوائر راح تكون موجبة، لذلك راح أقول هنا سحرف أي اللي هو الأول يعني كابيتال أي. بالربع الثاني اللي هي من 90 إلى 180 راح يكون عندي الساين يكون بوزيتيف، فأقول هنا الساين هو بوزيتيف وراح أخذ الكابيتال S. بالربع الثالث راح يكون عندي التان يكون بوزيتيف، فأقول هذه بوزيتيف التان. وبالربع الأخير راح يكون عندي الكوساين هو اللي راح يكون بوزيتيف. هسا من أجي أجمعهم هذول الاختصارات راح تصير هي الكاست بهذا الشكل. فنقصد هنا أنه هذه الطريقة راح تساعدني في تحديد القطبية للدالة، أو خلينا نقول أنه تكون مفيدة إلي في حال أنه أنا نسيت آلية أنه الدالة المعينة تكون موجبة سالبة في أي ربع. إذن هذه الملاحظة رقم واحد. الملاحظة رقم اثنين، عندنا مصطلح نسميه الدوري، أو خلينا نقول الدورية البريوديسيتي. الدوال مالتنا رياضيا قسم من الدوال نعرفهم على أساس أنهم دوال دورية، وقسم من الدوال نعرفهم على أنه دوال غير دورية. الدالة الدورية رياضيا، أولا هسه خلي أفهم شو نقصد بالدورة. خلي أفترض أنه البي هذا هو زمن دورة، أقول هو البريود، هذا هو عبارة عن البريود مالتنا، هذا البريود زمن الدورة. زين، الدالة مالتي رياضيا أقول إذا كان f of x زائد b تساوي f of x، إذا كان أو إذا تحقق الشرط أنه f of x دالة معينة، دالة رياضية، إذا كان دالة ال f of x زائد زمن دورة تساوي أن ال f of x نفسها، أقول هاي دالة دورية. شو نقصد يعني؟ عندي دالة رياضية إذا كررت نفسها أو عادت نفس الشكل الرياضي نفس الشكل المرسوم ضمن فترة محددة، فراح أقول هذه الدوال دوال دورية. يعني هي الدالة اللي تكرر نفسها أو تعيد نفسها، تعيد نفس الشكل بفترة زمنية منتظمة، فنعرفها بأنه دالة دورية، فأقول هذه هي periodicity أو periodic function. إذن هذا هل ينطبق على الدوال المثلثية؟ نعم، ينطبق على كل الدوال المثلثية. الدوال الأساسية الستة اللي أخذناهم هم كلهم دوال دورية. زمن الدورة بالنسبة للدوال المثلثية هي 2 باي، يعني الدالة تعيد نفسها كل 360 درجة، فأقول إذن هسا أولا مقدار قيمة البي للدوال المثلثية هي 2 باي. وعلى هذا الأساس هسا إذا أريد أطبق هذا المفهوم أقول إنه أولا ساين X زائد أو ناقص 2 باي هي نفسها ساين X، وكوساين X زائد ناقص 2 باي هي نفسها كوساين X، وتان X زائد ناقص 2 باي هي نفسها التان X. بعد عندي الكوتان X ناقص زائد 2 باي هي نفسها الكوتان X، وعندي السيكن عندي X ناقص زائد 2 باي هي نفسها السيكن X، وأخيرا الكوسيجن X ناقص زائد 2 باي هي نفسها راح تكون الكوسيجن X. فبالتالي هسه أول نقطة عندي أو أول خلينا نقول ملاحظة لازم أفهمها بأنه الدوال المثلثية هم كلهم دوال دورية، كلهم يعيدون أنفسهم بزمن ثابت مقدارة 360 درجة أو 2 باي. ملاحظة ثلاثة،
ناقشنا بالمقاطع السابقة أنه الدوال الرياضية نصنفهم أما تكون دالة زوجية أو دالة فردية، زين، اللي هو هذا اعتمادا على مبدأ السيمتري التناظر. بالنسبة للدوال المثلثية، أولا نصنفهم على أنه دوال زوجية، زين، even function، أو دوال فردية، odd function. منهم من الدوال الزوجي ومنهم الدوال الفردي. بالنسبة عندي الكوساين ناقص x يساوي كوساين x، وبالتالي هو دالة زوجية. وعندي السيكنت ناقص x يساوي السيكنت x وهو دالة زوجية، وهذه راح نشتقها هسه بالتفصيل. زين، يعني معناته انه انا عندي فقط الكوساين والسيكنت هما دوال زوجية، والدوال الاربعة المتبقية اللي هي عندي ساين ناقص x يساوي ناقص ساين x دالة فردية ساين، وعندي تان ناقص x يساوي ناقص تان x، وعندنا الكوتان ناقص x يساوي ناقص كوتان x، وأربعة عندنا الكوسين ناقص x هو يساوي ناقص كوسين x. إذن هسه صار عندي الدوال الزوجية فقط دالتين هما الكوساين والسيكن، والدوال الفردية هما الساين والتان والكوتان والكوسين. ملاحظة ثلاثة، ناقشنا موضوع الشيفت، الدالة قد تزحف يمين يسار. زين، الملاحظة اللي عندنا هنا أنه أولا دالة الساين X إذا سويت لها شيفت إلى اليسار بمقدار 90 درجة، هنا أكد على هذه شوية انتبه أنه هذه إشارة زائد، فأقول ساين X زائد باي على 2، وناقشنا هذه قلنا أنه الإشارة الساين شيفت على الX أكسس أو هوريزنتالي، معناته أنه هذا باتجاه المعاكس. فإذا حركت الساين أو رجعت الساين بمقدار 90 درجة أحصل على دالة الكوساين X. زين، بالمقابل الكوساين إذا سويت له شيفت بمقدار 90 درجة إلى اليسار أحصل على ناقص ساين X. زين، أرجع لهنا، الساين هالمرة إذا قدمته ب 90 درجة X ناقص باي على 2، أو خلينا نقول زحفته باتجاه اليمين بمقدار قيمة شنو؟ 90 درجة، راح احصل على ناقص كوساين x، ناقص كوساين x، وهذه خلي انتبه هنا ناكد عليها، هذه بهذا الاتجاه. زين، الكوساين بالعكس، انه كوساين x اذا سويت له شيفت باتجاه اليمين بمقدار قيمة 90 درجة احصل على دالة الساين. اوكي، زين، ملاحظة أربعة، عندنا خصائص مجموع زاويتين، يعني أقول هسه ملاحظة أربعة، لو كان عندي كوساين A زائد B، هذه حسب القاعدة اللي عندنا راح تكون هي كوساين الأول كوساين الثاني، يعني حاصل ضرب أقول كوساين A في كوساين B ناقص هذه الإشارة هي عبارة عن ساين A مضروب في ساين B. زين، إذا كان عندي ساين هسه مجموع زاويتين A زائد B، أولا تساوي لي أنه هو ساين في كوساين، يعني ساين الأول ساين الزاوية الأولى في كوساين الزاوية الثانية، الإشارة راح تكون زائد، هالمرة تصير عندي تعكس كوساين الأول في ساين الثاني. زين، ملاحظة خمسة، عندنا قواعد نسميهم ضعف الزاوية. فهسه اولا بالنسبه للكوساين ضعف الزاويه، كوساين خلينا نسميها 2 ثيتا، هذه افتحها هي عباره عن كوساين تربيع ثيتا ناقص ساين تربيع ثيتا. زين، بالنسبه للساين، لو كان عندي ساين ضعف الزاويه اقول هو عباره عن 2 في ساين الزاويه في كوساين الزاويه. 6، عندنا قوانين نسميهم الهالف انجل فورمولا، يعني الكوساين تربيع ثيتا ممكن انه اكتبه هو عبارة عن 1 زائد كوساين 2 ثيتا على 2، وبالنسبة للساين تربيع ثيتا ممكن اكتبه هو 1 ناقص كوساين 2 ثيتا على 2.